بثت سرايا القدس مشاهد لطائرة إسرائيلية من نوع كواد كابتر سيطرت عليها في سماء المحافظة الوسطى من قطاع غزة. أهو الزمان يدور ونحن ندور معه، لنجد أنفسنا مجاهدي سرايا القدس نواجه هذا النفيف وهذا الإفساد الذي جاء من أصقاع الأرض ليجد له مكانا على أرض لا أصل ولا جذور له فيها. شعبنا الفلسطيني الأبي، إن الله اختارنا سبحانه وتعالى لكي نكون أبناء الجيد وأبناء الاختيار الرباني العظيم لعباد له أولي بأس شديد لتأدية المهمة المقدسة والمسطرة بأحرف من نور في كتاب لا ريب فيه يتلى إلى يوم القيامة. شعبنا الفلسطيني الأبي، نتقدم إليكم بالتهنئة الحارة من سرايا القدس بمناسبة عيد الفطر المبارك عاده الله علينا، وقد نصرنا الله عز وجل على هذا العدو المجرم بإذن الله تبارك وتعالى. ويسألونك متى هو، قل عسى